بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هتكلم عن كال من فلتر. قبل ما اتكلم عنه وادخل فيه، انا حابب اوضح بعض النقاط، اللي هي اني انا في الماضي في الدروس السابقة كنت اتكلم بشكل ارتجالي بدون تحضير اي نص او اي حاجة، واحاول اوصل الفكرة اللي بدي اياها بخصوص كال من فلتر. يمكن راجعته 3 مرات قبل ما ابدأ في هذا الفيديو لأهميته وصعوبته وكثرة المعلومات اللي فيه. أتمنى أني أقدر أوصله لكم بالتفصيل وتكونوا فاهمينه، لأنه هو الهدف الأساسي من هذه الدورة. طبعا في شيء أي سورس يعني باللغة العربية، زمان قبل فترة بحثت عنه ما لقيت هالمعلومات أو هالشيء المفيد جدا فيه. طبعا أنا أتكلم عن كالمن فلتر فقط في الجيروسكوب اكسلوروميتر سنسور، ثم ان شاء الله هسوي فيديو اخر بعد هيك على كيف اسوي التريسنج باستخدام الكالمن فلتر. نبدأ بسم الله. في كالمن فلتر البلوج الوحيد اللي لقيتها تتكلم عنه بخصوص الاكسلوروميتر والجيروسكوب سنسور مع بعض كانت هذه هي، وهحط لكم الرابط لها اسفل الفيديو ان شاء الله. وهي الوحيدة اللي للأمانة اللي كانت واضحة بشكل كبير لإلي باللغة الانجليزية. طبعا هي وبتكتب كالمن فلتر باستخدام السي لانجوج، للي بده يكتب يعني مهتم انه يكتب الكالمن فلتر عن طريق السي لانجوج. طبعا ممكن يكون في اوريدي مكتبات في الاردرينو عن كالمن فلتر، ما لي علم بالموضوع. مهم للي مهتم بالاردرينو وكالمن فلتر في الاردرينو والسي لانجوج او السي بلس بلس ممكن يدور. انا هتكلم في كالمن فلتر وفي النهاية كشرح في البداية ايش هو، ثم كيف نكتبه البايثون. طيب، مقدمة. ايش هو الكالمن فلتر؟ كالمن فلتر عبارة عن تنبؤ للقيم التالية للسنسور. فمثلا انا لو عندي بوزيشن، انا بتحرك بهذا الاتجاه، هذا الاتجاه، فكالمن فلتر هيتنبأ انه النكست بوزيشن لإلي مثلا هنا. وفعلا انا حققت هذا الاشي، طبعا عن طريق هو بياخذ قراءات السنسور، حققت هذا الاشي اني وصلت لهذه النقطة. فالحين انا عند هذه النقطة هيتنبأ ثاني مرة انه اكون هنا، وهكذا. طيب، انا لو غيرت الاتجاه مثلا التنبؤ القادم هيكون هنا. لو غيرت هذا الاتجاه مثلا وخليته لفوق لأعلى، مع انه التنبؤ هنا كان، فالبوزيشن تبع الجاي المفروض يكون هيك لين هنا ثم اطلع. فهو بيكون متنبئ انه المفروض ان اكون انا هنا. ايش بيروح بيسوي؟ بغير في الجين تبعه، الكالمن جين، وبوص بحيث انه يصحح القراءة تبعته ويصير يتنبأ اني انا النكست بوزيشن مثلا لإلي هتكون هنا. فالنكست بوزيشن لما اكون انا هنا ولسه قاعد ارتفع مثلا، فهو متوقع اني هكون هنا. هذا هو فعلا حققت هذا التوقع تبعه، بتنبأ المرة الجاية بصير هيك اني انا لسه في ارتفاع. طيب بدي انزل، نفس الفكرة، بصير يعني في قراءة ما بياخذها، بحيث انه هل هذه القراءة هي فعلا صحيحة او لا. فعلى هذا انه التنبؤ تبعه هنا، وفعلا وانا كنت مثلا بدي انزل، فبتلاقيه صار هيك هيك هيك. انا تبعي هو تنبأ المفروض اني اكون في هذه النقطة،
بروح بيصحح الجين تبعه انه وبتنبأ على طول ان النقطة الجاية هتكون هنا وهكذا. ففكرته هي تنبؤ. طبعا مقدار القيمة اللي انا تغيرت فيها هنا، مقدار يعني القيمة اللي وصلت لها عن طريق السنسور، تعتمد على هل لقيم محددة انا بكون قايل يعني كاتبها في الكلمة فلتر، بحيث انه هل هذه القيمة هل هي نويز ام فعلا حقيقية. فمثلا افترض ان انا كانت السيجنال عندي زي ما شفتوها في الاكسلوروميتر مثلا فيها نويز عالي، والقيمة تبعتي مثلا كانت هذه وهذه وهذه افتراضيا، يعني انه لو كانت مفيش النويز تبعتي هيكون هذه هي قيم الاكسلوروميتر. فالحين هذه كلها نويز بده يعتبرها، فبمقدار معين انا بحط له اياه، يعني بقول له اذا كانت التغير التشينج هذا عالي خذه، اذا كان مثلا قليل لا تاخذه سيبك منه. طبعا هذه بالنسبة للاكسلروميتر، وكذلك للجايرو بنفس الفكرة. فالحين انا الكالمن بتنبأ هل اذا القيمة القادمة هل كانت هل هي نويز او لا. اذا لا بيعتمد على الاكسلروميتر على السنسور، بصير يتنبأ باللي بعديها وهكذا. فبتلاقي مثلا القيمة من الاكسلروميتر اللي طالع عندك هذه هي افتراضيا انه طبعا فيها نويز عالي، هذا كسكوب عليها انه في نويز عالي، والجايرو تبعك هيكون هذا هو. طبعا الجايرو احنا قلنا انه راح يعطيك نفس الشكل حق الاكسلروميتر، يعني هيكون بنفس الطريقة بيرتفع وبنزل، ولكن اما في دريفت او في يعني شفت في التايم. فمثلا الجايروسكوب هتلاقي قيمته اقل منه وجاية هيك مثلا، طبعا مع شوية نويز بس خفيفة جدا في الجايروسكوب. لا تطلع هيك، وبعدين طبعا كان بودي اكون مشغل لكم الروزبري باي عشان تشوف القراءات واضحة جدا، انه اخذها كسامبل ريال سامبل. طيب الحين لما انت الكالمن هياخذ قراءات الاكسلروميتر والجايرو، هذول القراءتين هيطلع منها قراءة بهذا الشكل very smooth وقريبة جدا من الحقيقية، وهذا هي اللي بعتمد عليها في الابليكيشن تبعي. بحيث ان انا لو كان عندك مثلا انت موتورز او موتور بدك تحركه، لو حطيت له الاشاره اللي من الاكسلروميتر هتلاقيه في يرجع في الموتور. طيب لو اخذت اللي من الجايرو هتلاقيه انه صار في دريفت، يعني في حركه اوفر تايم. يعني احنا قلنا انه لو كان بعد مده، لو كانت القيمه زي هيك مثلا الحقيقيه، هتلاقي الاكسلروميتر هذه هي قيمته انه في نويز، والدريفت هذه هي قيمته. طب انت لا بتقدر تاخذ هذه ولا بتقدر تاخذ هاي، فالهدف والحقيقيه هذه بقدر اطلعها عن طريق كالمن فلتر، وكذلك عن طريق الكومبلمنتري فلتر، ولكن الكالمن بيكون اكثر دقه في هذا الموضوع. زي ما قلت لكم هذا البلوك الوحيد اللي لقيته بتكلم عن الكالمن في بخصوص الاكسلروميتر والجيروسكوب سنسور، مع شرح وافي جدا له. طيب هنا بعرف انه الكالمن فلتر هو عبارة عن الجوريثم اللي هي بتستخدم اكثر يعني قيم القراءات المأخوذة عن طريق السنسور اوفر تايم، يعني في من كله احنا بنختار، يعني الكالمن فلتر بيعتمد من اول قراءه انت بتاخذها ممكن يتنبأ يعني بالقراءه اللي بعدين فيها. فالحين يعني القراءه الاخيره برضو بيعتمد خلالها على القراءه الاولى لإله اللي ماخذها من السنسور، طبعا اللي هي ماخوذه من الاكسلروميتر والجايرو سكوب.
هذه القراءات المأخوذة من الجيروسكوب والأكسلروميتر طبعا تحتوي على نويز وتحتوي على ايرور في الميجرمنت. كان من فلتر راح يصححها بناء على الكرنت اند بريفيوس ستيت، يعني بيعتمد على القيمة الحالية والقيم السابقة كلها. وهذه القراءات بتكون يعني تميل إلى أنها تكون أكثر دقة من القراءات لوحدها. يعني أنا لما أعتمد على كالمن فأنا أفضل بكثير أني أعتمد على القراءات اللي من السنسور مباشرة. طبعا بدك تلاحظ أنه إحنا الكالمن مثلا، يعني لو بدك تعبر أنه هو كبوكس الكالمن فلتر، راح تدخل له القراءات اللي من السنسور اللي هي يعني الميجرمنت سواء من الاكسلروميتر والجايرو توجذر، وكذا واللي بيطلع منه قيمة اللي هي الكنترول اللي هي انت هتتحكم فيها او المطلوبة في النهاية، ايش يعني اللي هي بدون اي تشويش او اي دريفت. وهذول الثنتين منفصلات تماما عن بعض، يعني القيم اللي بتطلع لي من هنا منفصلة عن هذه، يعني فيش ما بت يعني النويز، يعني هنا ميجرمنت حتكون with noise، هنا الكنترول حتكون without noise. هنا بيقول in short انه في انه عشان اختصر اني انا بقدر اعتمد على الجيروسكوب انا بعتمد عليه في الاوقات القصيره في الشورت تايم بعتمد عليه، اما الاكسلروميتر بعتمد عليه في اللونج تايم. ليه ايش قصده بهذه؟ انه الجيروسكوب هي قيمته حقيقيه ولكن لما ما تكونش فيها دريفت، لانه هو دريفت بيسويه بعد فتره من الزمن، بيسوي الدريفت بعد فتره من الزمن. اما الاكسلروميتر ما بقدر اتحكم في السمول تايم، لاحظ انه فيه بيكون عندك اللي هي النويز تبعته، فما بقدر يعني في السمول تايم اعتمد عليه. وهذه للامانه هتلاقيها بعد شوي في شرح في المعادلات لكالمن، هتلاقي انه هذه النقطتين مهمه جدا، الوقت بالنسبه اعتمادي اني انا يعني زي ما تقول الثقه تبعتي بتكون هل في الجايرو او في الاكسلروميتر، اي وحده اللي اعتمد فيها اني اطلع الاوتبوت لكالمن. أول حاجة في ثلاث أشياء مطلوب تعرفها يعني كمسميات، وهي بتعتمد في بعدين في المعادلات. الـ previous state القيم السابقة طبعا المتنبأ بها، يعني القيمة اللي طلعت من كالمن طبعا هذه الهات هي إنها هذه متنبأ بها، K ناقص واحد K ناقص واحد هي السابقة، وعندك الـ prior state القيمة الـ prior means estimate data هي القيمة اللي هتطلع لك اعتمادا على جميع القيم السابقة للسيستم مع القيمة الحالية، يعني القيمة المتنبأ فيها الماضية مع القيمة الحالية. وهذه القيمة اللي هي posterior state هي القيمة الاستيميت حتى اللحظة هاي، يعني هي النكست وان اللي احنا هناخدها من كالمن. طيب اكس اوف كي هي قيمة السيستم المطلوبة اللي فعلا احنا بدنا نطلعها، يعني هاي القيم
المتنبأ فيها، ولكن هل هي فعلا الصحيحة؟ هذا اللي هنشوفه مع الوقت. أول معادلة، طبعا هذه كانت كمقدمة، خليني أذكر فيها إنه كالمن فلتر في نوعين لإله، في عندك الإكستند كالمن فلتر، وهو عبارة عن إكستند كالمن فلتر عبارة بيستخدم في النون لينير سيستم، وعندك اللي هو الكالمن فلتر ويستخدم في اللينير سيستم زي اللي عندنا هو الاكسلروميتر والجايروسكوب. وكذلك اللهم صل محمد، لا اله الا الله، الاستخدامات لكالمن فلتر استخدامات كثيره، استخدم في الجي بي اس في النافيجيشن اللي هو معرفه المناطق، بالعربي الملاحه نافيجيشن، يستخدم في الطيارات، في للأمانة لقيت استخدام قبل فترة جدا جدا خارق، بعتبره إشي جدا هيك عجيب، سبحان الله. استخدم في مسدسات القنص، يعني استخدامات عسكرية، استخدموا فيه كالمن فلتر بحيث انه يصوب على الهدف، وان شاء الله اقدر القى لكم الفيديو واحط لكم رابط له عشان تشوفوا كيف الاستخدام، يعني لوين وصل استخدام كالمن فلتر وقديش هو مهم.